إيه القناع اللي لا يمكن أن يقبل دكتور يوسف زيدان إنه يلبسه؟ أو إيه الدور اللي لا يمكن يقبل أن يلعبه مهما كانت الفائدة؟ حاجات كتير. لا حاجات كتير. لا إديني كده. لا يعني أنا لا أقبل أن أباع وأشتغل. لا أقبل إنه أبقى ترس في لعبة سياسية. لا أقبل إني أتاجر بالأفكار. وإلا طب أنت بتقولي أو قلتي يعني فيما سبق إن في حاجات أنا قلتها أزعجت الناس، هو أنا يعني ما كنتش عارف الناس هتنزعج؟ ما أنا كنت عارف، بس شايف إن لازم في اللحظة دي يتقال الكلام ده عشان الناس تفرمل شوية، ما تخبطش في الحيطة، بس مقدر طبعا النتائج. وإلا طب ما نعيش في اللذاذة بقى. لا اللذاذة دي ما حد تاني، سبتها للآخرين، دي توصية برضه. لا أنا ما بعش واشتري في الأفكار ولا في الناس.